السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في شهر 11 اللي فات كان في ظاهرة في محافظة الشرقية، في إحدى قرى محافظة الشرقية، إن كان في عروسة عندها 16 سنة اتجوزت، عملوا لها فرح وهيصة وكده، وبعدين اتجوزت. وتاني يوم العريس بعت لأبو العروسة: تعالى خد بنتك، ده بنتك ما تلعبش بكر. وطبعا الأب اتصدم وبقى في حالة حزن شديد، وبقى في حالة صدمة شديدة من هذا الكلام، وراح واخد بنته ووديها لأكتر من دكتور. كل الدكاترة أجمعوا على إن بنته بكر، وإن بنته سليمة وما فيهاش أي حاجة. فقال العريس إن وراح وعمل تقرير في الطب الشرعي برضو أثبت إن البنت سليمة وما فيهاش أي غلط، ما حصلهاش أي غلط. فبناء على كده رجع العروسة لبيتها تاني، لكن العريس رفض انها ترجع تاني، وقال له لا خلاص انا مش عايزها. فالراجل ابو العروسة يعمل ايه من كتر زعله ومن كتر الموقف اللي هو فيه، خد بنته وركبها على حصان، وفي نفس البلد اللي هي اتطلقت فيها قعد يلف بيها في قلب البلد وهي راكبه الحصان، عشان يثبت للناس كلهم ان بنته شريفه وعفيفه، تاني برضو بعدها بكم شهر حصل في محافظه كفر الشيخ نفس الموقف برضو، ان في بنت عندها 18 سنه برضو اتجوزت يوم واحد وتاني يوم اتطلقت. ايه السبب؟ لا، ان حماه العروسه بعتت لابوها: تعالى خد بنتك ما تلعبش بكر. فطبعا الاب بتحصل له حاله صدمه شديده، ممكن لو انسان مش كويس، يعني انسان مش يعني انسان مش واثق من نفسه، ممكن يحصل اي حوادث في الوضع ده، او يعمل في بنته حاجه. ولكن ربنا ستر. الاب خد بنته وراح برضو وداها لاكتر من دكتور، وداها لدكتور طب شرعي، طلعت ان البنت سليمه وما فيهاش اي حاجه، والبنت شريفه وعفيفه وفيهاش اي حاجه. فخدها وداها العريسه تاني عشان يوديله الروجيتات ويوديله تقرير الطب الشرعي انها يثبت ان العروسه سليمه، مفيش فيها اي غلط، اي هي ما عملتش اي غلط. ولكن العريس رفض، ام العريس رفضوا انها ترجع تاني، وقالوا خلاص احنا مش عايزينها، احنا ده هما كمان رافعين تعويض على ابو العروسة، ان هو يديهم تعويض ان هما اديله حاجة مغشوشة وماهيش سليمة زي الاتفاق اللي هما متفقين عليه. زي الاتفاق اللي متفقين عليه. فبرضو راح بعد ما عمل تقارير الطب الشرعي ومعاه الروجيتات بتاعت الدكاترة اللي هي تثبت ان البنت سليمة، الراجل عشان يعني كمان صابته حالة من الحزن واليأس نتيجة اللي حصل دوت، برضو راح واخد بنته وركبها حصان، وفي نفس البلد اللي هي في
فيها جوزها طلقها فيها، قعد يلف بيها والناس حواليه وعربيات وهيصه وزفه ان ايه ان بنته سليمه وان ما فيهاش اي عيب وان هي شريفه وعفيفه ده كله عشان خاطر ابو العروسه يرفع راسه في وسط اهل البلد، وخصوصا في الارياف، خصوصا الحاجات دي في الارياف بتبقى ليها مكانه كبيره قوي في وسط الاهل، في وسط الاهل، وكل الناس يقعدوا يسالوا بقى، يسالوا الكبير ويسالوا الصغير، هي البنت اتطلقت تاني يوم ليه؟ البنت اهل العريس رجعوا العروسه ليه تاني يوم؟ لازم فيها حاجه، لازم عملت حاجه، لازم في سبب كبير، لازم طبعا دي حاجه بتمس العروسه وتمس اهلها وتمس ابوها وتمس اخواتها، فبتصيبهم حاله من الذهول والحزن نتيجه لكده، على الرغم ان هم معاهم ما يثبت ان بنتهم سليمه وبنتهم في احسن حال، لكن برضو في نفس الوضع رفض العريس ان العروسه ترجع مره تانيه ويعيشوا ويكملوا حياتهم، رفض كده، فراحت واخده نفسها وراحت عند ابوها، وهي الجوازه استمرت ليله واحده بس، مما بيسيب الحزن الاسره كلها مع ان العروسه لم ترتكب اي ذنب في سبيل لان الحاجات دي كلها تحصل هي ما ارتكبتش اي ذنب او اي خطيئة، فيجب ان احنا نغير اسلوبنا في الحياة ونحاول يعني نغير هذا الاسلوب في التعامل مع بعضنا، وخصوصا ان هو جواز القاصرات، بنت عندها 16 سنة ما ينفعش انها يعني تتجوز ولا تبقى عارفة يعني ايه جواز فاحنا ليه بنخالف الشرع وبنخالف ان نعمل يعني نخالف القانون ونعمل جواز البنات في السن الصغير، يعني جرم في حق البنت وفي حق اهلها، يجب البنت انها نلتزم بالقانون وبسن الزواج اللي القانون مشرعه حتى يتم الزواج في يعني بشروط سليمة وفي واللي قرر عليها القانون. ربنا يوفق الناس جميعا ويلتزموا بالقوانين وبسن الحكومه حددته للزواج، ومنع زواج القاصرات حتى يعم الاسره الفرح والسعاده ويعيشوا في هناء ولا يحدث مثل هذه الاشياء التي تعود بالحزن والاسى على الاسره وعلى العروس. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.